حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد يوسف إبراهيم فرج، محاضر أول بإدارة المشاريع والتحول الرقمي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. أهلا بك سيد يوسف ونشكرك على قبول الدعوة. حدثنا عن أهمية التكنولوجيا العقارية ومدى التطور الذي شهدته في مملكة البحرين. عليكم السلام. قبل ما أبدأ في أهمية التكنولوجيا العقارية، نبي نعرف للمشاهد ما هي التكنولوجيا العقارية. التكنولوجيا العقارية هي استخدام التكنولوجيا بهدف تجديد وتحسين طرق الشراء، التصميم، الإنشاء أو إدارة العقارات السكنية والتجارية بشكل أفضل. وبتعبير بسيط جدا، هي استخدام التكنولوجيا في الصناعة العقارية. فالتكنولوجيا العقارية هي أدوات تقنية دائما يستخدمها خبراء العقارات لتحسين المعاملات العقارية من ناحية السرعة والسهولة. على سبيل المثال، شلون نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص وتقييم عمليات التطوير والاستثمار أو التأجير، أو على سبيل المثال تأمين المعاملات عن بعد والتعاقد الرقمي لتجربة شراء أسرع وأسهل. في عندنا أمثلة كثيرة جدا في هذا الموضوع، مثل الواقع الافتراضي. على سبيل المثال، إذا أنا أبي أشتري بيت، مو شرط أن أنا لازم أروح إلى المكان علشان أقدر أشوف البيت. عن طريق الواقع الافتراضي أنا أقدر أشوف محتويات البيت 360 درجة، وهذا الشيء يساعد المشتري علشان يقدر يخلق بيئة متكاملة في العقار. مثلا إذا أنا أبي أغير لون معين أو أبي أخلي أساس في مكان معين، فعن طريق الواقع الافتراضي أقدر أتحكم في هذا المفاصل بشكل متكامل. أو على سبيل المثال، رؤية مفصلة على مدار الساعة حول كيفية استخدام المستأجرين للمساحة عن طريق شبكات الأجهزة الذكية وأجهزة الاستشعار. وفي نفس الوقت نقدر ندقق، نخطط وندقق للإنشاءات لتقليل إن لم يكن يعني القضاء على فرصة حدوث أخطاء فادحة في مجال العقارات. وفي هذا الموضوع، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عندها شراكة استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري لدفع التكنولوجيا العقارية إلى الأمام من خلال توفير دورات مختلفة في التكنولوجيا العقارية. نعم. السيد يوسف إبراهيم فرج، محاضر أول بإدارة المشاريع والتحول الرقمي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة أخبار الثالثة. شكرا جزيلا لك.